السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا جديد، فيديو جديد من ما شاء الله. الفلوق تاع اليوم يلقاكم بخير بألف صحة. اليوم مشي وصفة ولا طبخ ولا كوزينة. اليوم عندنا خرجت من ما شاء الله. الفلوق تاع اليوم كما قلت لكم يلقاكم بألف صحة بألف عافية. ونقول خوتاتي والحبيباتي اللي يتبعوني دائما واللي يبغوني، شكرا لكم على هذاك الجام اللي ديروه وعلى الكومونتير الشباب اللي كتخلوه لي. ربي يفرحكم ان شاء الله كما راكم فرحيني. واللي دخلوا معايا جدد نقول لهم مرحبا بكم، الف مرحبا. واللي اول مره تشوف قناتي نقولها ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الفيديوهات تاختك البسيطه. هنايا خارجه تحضيرات، كعارفين بلي قرب الدخول المدرسي، راه بدينا التحضيرات، غادي نبدو شويه بشويه. اليوم هذا الفلوغ درته لكم سبيسيال خرجه. الو غادي وين نروح كيما العاده، وين نروح نديكم معايا حاجه الاولى اللي بديت بها هي في الحقيقه لاختي لايك، راح تبات تشري كاش تبديله ولا زوج. عارفين لايك القش عنده لي غوب لي زونسومبل تاع الخرجه، عنده تاني بدعيات، عنده بزاف صوالح ولكن خصوصا تاع الخرجه ديجا بارطاجيت معاكم. هنا ما بغيتش، بغيت نوريكم الطريق تاعه. رومبو تاع كاراسيل تروحوا تو دغوا كي راكو حي البلقايد تلقوه في طريقكم. هذا هو المغازه من برا، غادي ندخلوا ونشوفوا واش عندهم من الداخل. عندهم هاد لي غوب 200 ميل، عندهم بزاف لي موديل. شوفوا معايا عندهم الهيته كاين هاكا، كاين تاني هاكا بالفولون 250 هادو، كاين في الفير، كاين في الكولور، كاين حجابات بيان سور، كاين لي ليكات. هاد الموديل ديال 220 كاين هاكا سامبل، تبغي سامبل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما. كاين شي نضاي تقسمي على الملايات، راه عندهم تاني ملايات، كاين قصار وكاين طوال عاديين بلي بوطون. كاين هاكا هادو 199 كلو 200 ميل، فيهم تاني هاكا لي كولور، راه فيهم شحال من موديل. لي ليكات عارفين لايك كريم داري يجي عنده، تعرف لي عنده بزاف لي موديل، وعنده بزاف لي موديل. كاين هاكا هذا وراغي خفيفة ضربتها لكم باش تشوفوا معايا اش عنده لي مهتمين بيان سيغ. كاين هادو شيات كانوا دايرينهم تواصل و دايرينهم 200 ميل، هادو كاع 200 ميل هاد لي موديل وريتهم لكم. شوفو هنايا كاين جار بتي جاردان، هاكا تجي مع ولادك ولا تجي مع راجلك ولا تبغي تخلي ولادك ميقعدوش في اللوطو باش ميكرهوش. كاينة اون بتي جاردان هاكا يخرجو الصغار يلعبو فيها، هاي لا هنايا هو جاي غير حداها اون فاس ليها كيما وريتكم. وهنايا راني موداني رايحه للسونتر فيل، بغيت نروح لاباستي، بغيت نروح لاغوغميستي، بغيت نشوف واحد لي بالغين وصبابيتك عارفين تما هذيك الطريق فيها بزاف صوالح. مالغري كون بغيت نمشي جديده ولكن ما نكذبش عليكم خفت لداخل، ما بغيتش ندخل لداخل من جديده. هذاك النهار قلت لكم تاع المواعين شفتوني قلت لكم بلي رحت غير مع الطريق الكبيره غير عند حانوت واحد شيت عليه وخرجت بصح باش ندخل لداخل ومع الغاشي وكل شيء. انا خفت ما بغيتش ندخل لداخل انا واختي، رحنا غير لا ريخميستي باش تشوف الشخص هي او ميم طون بغيت ندخل لاباستي نضرب دوره بشي لاباستي باش نشوف لي طابليي ونشوف لهم كراطيب. في الحقيقه لقيت واحد غير تما في الطلعه من لا ريخميستي، تكوني باغي تروحي تطلعي تدخلي لاباستي كاين واحد تما شريت عليه ومازال غادي نعاود نولي عنده.
ان شاء الله لا بروشين فوا مين صورت لكمش الطريق تاعو والمحل، لا بروشين فوا مين نعاود نولي عنده نوري لكم لي بري تاعه ريزونابل بزاف بالبزاف بالبزاف. شيت عليه كما قلت لكم لي ساكو دو ولدي، الوغ واحد ساكو دو يهبل يهبل ببري ما كنتش متخيلاته. الداخل في لاباستي ما لقيناش هذوك لي بري، لي طابلي يبيع لي كارطا كاع الانواع تبع تاع الكبار تاع السيام تاع البريمير تاع التحضيري، لي طابلي حتى تاع الكبار تاع لي استاذات ولا لي يخدموا. لا بروجين فوا ان شاء الله من نعاود نولي عنده باش نكمل، باسكو ما مازال ما كملتش صوالحي. ان شاء الله ما ننساش نصور لكم، باسكو دي فوا مازالني ننسى باش نصور لكم هكا. دي فوا ندخل بلاصه ولا تالمو نتلاها وكل شيء، دي فوا نلقى الغاشي بزاف والمحل صغير ما نبغيش نجيب التليفون ونصور، كاين اللي ما يبغيش وكل واحد وكراكو عارفين. دي فوا نحشم باش ندوموندي تالمو نلقى عنده الغاشي نحشم باش ندوموندي نخاف يقول لي لا. الوغ دي فوا ما نصوركمش انا، شريت هذا ميني مارك يجي في تيليغو هذاك دائما ناكلو عنده. بزاف يسقسوني زعما هكا لي زادريس تاع لي بيتزيريا ولا هذاك، كاين هذاك كاين بلاطو نروح البلاطو، كاين بزاف بلايص. هذاك وحده واحد من المحل من المحلات اللي نروح لهم دائما نفطروا عندهم وين نبغوا نفطروا برا. الو كيما قلت لكم اليوم نهار تاع خرجات ما فيش كوزينه، ما قال غير في دوك تشوفوا من ولي للدار حشايه اش غادي ندير، دوك نشوف اش غادي ندير وبيان سور نتقاسم معاكم شاول اش غادي يكون حشايه. هنايا ضربنا دوره خفيفه طلينا غير طلينا نبغوا هذاك اللي يضربنا هذاك الهواء تاع البحر، باسكو طنقوا راه طنقوا البحر هاد الايامات. ان شاء الله هاد الايامات من نروح تاني نبارطاجي معكم نشوفوا الاجواء كيفاش راها دايره. نبغي دائما هكا نضرب لكم دورات خفيف. اختي اللي سقسوني اللي باغي يسقسوني نسيت باش نقول لكم بلي بزاف شي طلبوا مني لاشين تاعها، صبروا عليا شي دقيقه قد ما تحط فيديو جديد باش نحطها لكم. بلي فيديو القدم اللي حطتهم شريت صوالح بزاف شابين يهبلوا 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 عند لايك، راه عنده واحد الصوالح تاع الخرجه كما قلت لكم راه يعني يهبلوا يهبلوا. الوغ غادي تحطهم ان شاء الله في لاشين تاعها مين تحطهم بلي بخي توريكم بلي بخي بلي موديل. الوغ نبارطاجي معكم نبارطاجي لكم الفيديو نحطها لكم في المنتدى اللي مهتمه وتحوس هكا القش على الخرجه. الوغ تروح تدخل عندها وتشوف، غير خلوني صبروا عليا غير قد ما تبارطاجي فيديو ونبارطاجي لكم نحطها لكم في المنتدى ونقول لكم عليه ان شاء الله. انايا بغيت نضرب لكم طله خفيفه 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 هكا على البحر، دوكم نسمه تاع البحر والمناظر الشابه تاعنا، ولكن مخسرينهم دوماج دوماج مخسرينهم هذوك لي بوبال اللي دلوين نروحو نلقوهم ربي يهديهم ان شاء الله. انا يا شيرات عاودنا تلاقينا في الكوزينه دروك راني في الدار كيما راكم تشوفوا، راني وجدت في سلطه حشايه خفيف ظريف، درت غير اون سالاد وراني نقلي في لي فخيت ومطلوعه كيما راكم تشوفوا. غادي هنايا يكمل نورمالمون الفيديو تاع اليوم. اختي كيما قلت لكم غادي تبارطاجي منها ان شاء الله، اللي تبارطاجي الفيديو تاع المشتريات نبارطاجيه معكم نحطها لكم في المنتدى. سينو انا درت مشتريات تحضيرات دخول مدرسي ولكن مازال ما كملتش، سي بوغ سا ما بغيتش نوريكم المشتريات، بغيت حتى نخلي ندير لكم فيديو كيما نقولوا كامل حتى نشري كاع الصوالح تاع الدخول المدرسي ونديرها لكم في فيديو واحد. سي بوغ سا ما بارطاجيتش معكم المشتريات تاع اليوم. حاجه اخرى كاين شي بزاف طلبوا مني القريوش، هذه غير بغيت نديها لكم باسكو انا باغي ندير هاد الربط، سي بوغ سا راني نقول لكم باش توجدوها. شديروا تحكموا كيما نقولوا حنايا بقال ولا بقال تاع الزاج بيه بالبلاع تاعه، شديري فيه ديري فيه زوج مغارف تاع فارينة، ديري فيه كاس ما وديري زوج مغارف تاع الخل، دو بريفيرونس يكون الخل الابيض، تخلطي كلشي مليح 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 مليح، تبلعي البقال تاعك وديريه في الفريجيدير. هادي باش نخدمو الخميرة، هادي وصفة باش نخدمو بها نوجدو بها الخميرة اللي نديرو فيها نديرو بها الكريوش اللي طلبتوه مني، ولكن وصفة بزاف شابة بزاف رائعة، وصفة تقليدية، وصفة يخدمو بها اللي تخدم الكاطو تاع الصح ماشي هادوك تاع لي باكلي ويبيعو. انا مبغيتش ندير لكم خميرة خاطر كاين بزاف اللي يخدمو بالخميرة، الوغ انا ندير لكم الخميرة الوصفة التقليدية الصحيحة الأصلية ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله جربوا الكريوش على طريقة سي على طريقة البساطة المهرانية ويعجبكم ان شاء الله يا ربي. الو كيما قلت لكم حشايه خفيف ظريف، درت لكم هاد المقتطفات غير باش نقول لكم تبقوا على خير، ونتمنى ان شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم عجبتكم الخرجه تاع اليوم. بدلنا شويه على لا كويزين وعلى الوصفات وعلى
اليوم ما فيهاش وصفات، ماكغي كون نبغي الفيديوهات تاع الوصفات، فيديو اللي ما نحطلكمش فيه وصفه تجي شويه ثقيله، ولكن معليش ثاني نتوما تبغوا تخرجوا وتفوجوا معايا، ونديكم دائما نخرجكم معايا، واللي ما راش تخرج وقول ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله، وقولوا قال لي هم مرضى ربي شافيهم اللي ماتوا ربي يرحمهم، وربي بعد علينا هذا الوباء، وما بقى لي هنا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم تهلاو في صحتكم، وحبكم في الله، والفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.